هو جيم بلان واحد او خطه لعب واحده دايما للميرينجي الاعتماد على فينيسيوس جونيور. النهارده فينيسيوس ما كانش في احسن حالاته، كان عطلان بشكل واضح جدا، تحس ان الفرقه ككل في عجز هجومي واضح جدا. يمكن الريال مدريد اعتمد في الشوط الثاني بشكل كامل على الكاونتر اتاكس مع ضغط فريق برشلونه. يمكن انا شايف كمان ان الجيم بلان دي رغم انها مع نادي بقيمه ريال مدريد والمستوى التنافسي اللي بيلعب فيه، محتاج يكون عنده حلول اكتر من كده، محتاج يكون عنده منظومه اكتر من كده، محتاج يكون عنده شغل وعمل فني اكتر من كده، لكن رغم كل الكلام ده بنفس الجيم بلان الوحيده الفقيره اللي بيشتغل عليها انشيلوتي، بيشتغل عليها ريال مدريد، كان قادر ان هو يحقق الفوز النهارده. يمكن لو ما كانش الغى الهدف بالظبط. انا شايف يعني ريال مدريد في الشوط الثاني في وجهه نظري كان حصل جاب او ضعف كبير في نص ملعب فريق برشلونه، قدره لاعيبه ريال مدريد الفرديه، وانا هنا بتكلم عن جوده فرديه بحته في استقبال الضغط وكسر الضغط والخروج بالكوره والاعتماد على الكاونتر اتاكس ناحيه الجبهه اليسرى ناحيه فينيسيوس اللي دايما كان بيميل عليها بنزيما عشان يستلم الكوره ويسمح لفينيسيوس ان هو ياخد الانطلاقه الران اللي هي خطوه خطوتين ثلاثه وبعدين يطلع له الكوره على طول كريم بنزيما عشان يتحط في موقف واحد على واحد في الثلث الاخير من الملعب، موقف حصل 3-4 مرات في الشوط الثاني. يمكن دي واحده من اللقاءات لو كان فينيسيوس جونيور في حالته الفنيه في وجهه نظر ريال مدريد في الشوط الثاني، لان الشوط الاول كان تفوق تام وشامل وكامل من فريق برشلونه، في الشوط الثاني لو كان فينيسيوس جونيور في حالته الفنيه اعتقد ان فريق ريال مدريد كان يقدر يحقق الهدف الثاني والثالث لم يكن الرابع كمان، لان كان هيكون في اندفاع كبير من فريق برشلونه. برشلونه حقق الشيء الاهم وهو الفوز، ان هو يبعد الفرق ل 12 نقطه في الشوط الاول، قدم شوط اول كبير جدا، في الشوط الثاني قدر ياخد اللي هو عايزه من اللقاء، لكن اعتقد دي واحده من اللقاءات اللي محتاج يدرسها تشافي تاني في الشوط الثاني تحديدا عشان يشوف ازاي كان عنده ثغرات كبيره في نص ملعبه وازاي الكاونتر اتاكس كانت خطيره جدا جدا عليه. واعتقد ده جزء من مشروع لسه بيتبني في برشلونه، لسه لم يصل الى مرحله الاكتمال، لكن بدي واحد من اللقاءات اللي هو دايما بيتعلم منها عشان يقدر يطور من منظومه لعبه. والميزه الاهم انه انت بتتعلم، انت بتحاول تطور، خدت كل حاجه، خدت كل حاجه انت محتاج تكون عايز